جميع الموظفين سواء كان قطاع عمومي ولا قطاع خاص الى غايه قبل الاحقاق برمجت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة حملة تحسيسية عبر كافة إقليم الولاية، حيث أن هذه الحملة موجهة لكافة السواق باختلاف أصنافهم وفئاتهم العمرية، وهذا بالتنسيق مع جميع الشركاء الفاعلين في ميدان السلامة المرورية. شعار رمضان مبارك سوقوا بأمان، حملة تحسيسية وطنية للدرك الوطني تشارك فيها مصالح ولاية قسنطينة اليوم هنا بالحاجز الأمني بمعبر ماسينيسا بقسنطينة لأجل بعث رسالة توعوية لسواق المركبات، مفادها طبعا لأجل الحد من حوادث المرور ولأجل الحد من إرهاب الطرقات، تقيدوا بقواعد السلامة المرورية وبقانون المرور. تهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين والسواق المركبات بمختلف أنواعها، وذلك بتقديم مطوية تحتوي على التدابير الوقائية الأمنية على غرار عدم استعمال السرعة المفرطة، تجاوز الخطير، وأيضا نؤكد على عدم السياقة أثناء التعب والإرهاق ونحن في شهر رمضان الفضيل.